ده في شقة لقوها كافيه في اسكندرية، ده في واحد بجيبه الحلقة التانية على التوالي، ده بطل الحلقات، راجل بينزل في العمرانية، نزل في السوق وقال لهم كلمة. اه ده كافيه في الشقة ده، ده مش عندي صورة ولا فيديو دي يا جماعة. جيبوا لنا صور الأسواق فلا يبصرون يا أهلينا وناسنا اللي انتوا نازلين. هنكلمكم دلوقتي مثال لدولة ما عملتش حظر، بس شوفوا المنظر ده، شوفوا الشكل ده، أفلا يبصرون؟ فين البصيرة هنا؟ وإحنا مش هنبقى مكتوف الأيدي كده، إحنا عاوزين نفتح الأسواق والشوارع، عاوزين نفتح النوادي، هنفتحها كده؟ مش هينفع. طب نعمل إيه؟ نعمل بوابات، نعمل فين الدفاع الشعبي؟ فين الأحزاب؟ فين وزارة الشباب؟ وزارة التضامن والجمعيات؟ وزارة الثقافة وقصور الثقافة؟ فين الهيئة العامة للاستعلامات وعربيات ميكروفونات تنزل للناس؟ لازم الشوارع بوابات في الأول وفي الآخر. تشوفوا الصين، انا اوريكم فيديو تايوان بس بعد ما اخلص الفقره دي، عملت ايه؟ محدش ينزل كده. الراجل المواطن ده انا مش عارف تبع جمعيه ولا حي ولا ايه، بس ده احسن مننا، ده نزل للشارع يقول للناس عيب كده. بصوا انا مش هتكلم، شوفوه بقدمه المره الثانيه، نازل في شارع تاني في حاره، الراجل شوفوا هيقول ايه، لابس اهو ونازل، بصوا الناس تتفرج عليه. سمعونا بيقول ايه؟ افلا يبصرون؟ افلا تسمعون؟ اسمعوا ده، اسمعوه بيقول ايه. في ايه يا جدعان؟ احنا بقينا كده خالص، دماغنا راحت مننا خالص. يمكن كلامي يزعل الناس اللي بتشتغل في الشارع، لكن والله العظيم ثلاثة الموضوع صعب مش سهل. حضرتك ماشية في مكان ضيق، في مكان ممكن يكون في اي حد فيه مصاب، وحضرتك من غير كمامة ولا اي حاجة خالص. احنا بنحتك ببعض واحنا ماشيين، يعني احنا بنحتك ببعض واحنا ماشيين، لا كمامة ولا اي حاجة خالص، ونفس دي في نفس دي حاجة مش ممكن. طب احنا عندنا ثلاثة ماتوا من بيت واحد جنبيكم، طب عايزين ايه تاني؟ السلام عليكم يا شيخ. اربعة وصلنا لاربعة. اربعة عايزين ايه تاني؟ عارف يعني ايه لما يبقى في الشارع في حالة زي كده؟ يعني كل الناس المخالطة وكل الناس اللي حواليه وكل الناس اللي تعرفهم وكل الناس اللي سلمت عليهم، عارفين ممكن نوصل لإيه؟ ممكن نوصل لحظر كامل، لا يبقى فيه لا بيع ولا شراء ولا في نزول ولا في خروج، والجيش هينزل لكم. ابنك مش هينزل الشارع يا أستاذة إلا برغبتك وبمزاجك. الأستاذ اللي بيسيب ابنه يلعب طول الليل في الشارع وجايب له العجل يقول له انزل في الوقت اللي بيبقى فاضي فيه عشان الحظ، في ظل السواد اللي احنا فيه مش هنعرف. فيش الا اتنين بس اللي حاطين كمامه، البصيره يا اهل بلدي، هنعمل ايه؟ اولا ده حرب عالميه، وكل اللي يجي ناحيه الموضوع ده بيقتلوه، وحتى في مظاهرات في المانيا وفي ايطاليا مش عاوزين ياخدوا الواقي ولا اللقاح اللي عاوزين يعملوه ده. بيل جيتس هو كلمة السر في الموضوع ده. احنا مستنيين يجي لنا الدواء واحنا اللي بندخل الموت بايدينا؟ طب ازاي نحمي ده؟ لازم خطة من الدولة، لازم كل الدولة، لازم نشوف الشباب معلق الكارنيه بتاعه او الشارة كده لابس الكمامة والجوانتي، ونوقف الناس نمنعهم، نعمل طوابير، تعمل اي حاجة. ده في صورة مضحكة، عاملين اماكن في الناس حاطه الشباشب وقاعدين جنب بعض. ده في صوره مزعجه، الناس فوق بعض في البوسطه، وفي حد كان بيوزع حاجات كتابيه كده ولا مش عارف ايه، الناس كانت زحمه موت. ما انا لو اجيب لكم مخالفات كتيره هنقعد نتكلم كتير. احنا قد الوعي ولا لا؟ اه ولا لا مش مشكله، المشكله ازاي نوصل بالمواطن لده. والموضوع مركزي، لازم يبقى محلي، لازم كل مدينه. الصورة دي مضحكة، الطابور اهو عملوه بس الناس قاعدة ورا. أفلا يبصرون؟ الدواير دي اتعملت عشان الناس تقف عليها، سواء الصورة دي في مصر ولا بره مصر مش يفرق معايا، يفرق معايا تطبيقها عامل ازاي، يفرق معايا اللي احنا هنلتزم بده ولا لا. حضرتك كل محافظة وكل مدينة، كل قرية، المسؤولين من تحت مش من فوق. حضرتك انت كجمعية ونادي ومركز شباب، اعملوا لنا قوافل، الدفاع الشعبي ينزل، وزارة الدفاع مع الداخلية اعملوا قوافل تنزل تقفل الشوارع. تقفلها ازاي؟ ان ما يمرش هنا اكتر من 100 او 200،
خلاص الكورنيش اقعد على الكورنيش، بس فرق بينك وبين التاني 3 متر و5 متر انما لازقين في بعض. وهنرجع زي الاول؟ لا، انت عارف العالم بعد كورونا عامل ازاي. خلاص دول فتحت، 3 يونيو ايطاليا بتفتح، مش عارف ايه امريكا بتفتح، ايه بيفتح، كله هيفتح بس بوعي. انما واحده من كام يوم بلغت مائده عندها من 3 ايام، المائده اهي، المائده اهي موجوده في الشارع. ده وعي؟ ده نعمل ايه؟ انا بشكرها انها صورت، مش كفايه امنعوهم. واحنا بنقول ده لا ليه؟ والاخ الامام المسجد بتاع بورسعيد دوت اللي صلى التراويح مع 20 واحد، مش عارفين ال20 دول جالهم ولا لا، ما طلع عنده كورونا، حالته ايجابيه. ايه اللي احنا فيه ده يا رب؟ نكلم ربنا. افلا يبصرون؟ كلامنا للدوله. هو دلوقتي مش قضيه انك تعمل حظر ولا ما تعملش حظر، قضيه انك هتفتح بعد العيد. طب هنفتح ازاي بشكل منظم ملزم؟ مش كفايه نقول للناس وتوعيه؟ مش كفايه، انزل بالكمامه، يبقى 1000 جنيه 2000 جنيه غرامه. حضرتك معاكش 2 جنيه ما تنزلش، ده حمايه ليك ولابنك. ما هنجيب لكم قصه النهارده لو في وقت. الحاجات تحزن، وكل واحد هو مسؤول عن نفسه. ما العلاج دلوقتي بقى ايه؟ اقعد في بيتك خد الدواء بخلاص. الاحصائيات النهارده عندنا ايه؟ النهارده 495 حاله، النهارده الاحصائيات 491، اعدادي المصابين الاجمالي كله 11719، الحالات الايجابيه بقت سلبيه 3526، الوفيات ولا حول ولا قوه الا بالله 20، عدد الوفيات الاجمالي 612، حالات شفاء الخروج حتى الان الخروج كله 2950، اطرح من اجمالي عدد المصابين 11719. طب دول اللي في المستشفيات، طب اللي في البيوت قد ايه؟ نقول ايه يا جماعه؟ التزموا. وناس كلمتني في مشاكل لبعض العائدين من بره، بلغت السلطات. في دوله وحيده في العالم الدولة دي فتحت بس عملت إجراءات صارمة. شوفوا تايوان عملت إيه، نعمل زيها. ما قفلتش لحظة، ما قفلتش ساعة، بس عملت كده. في دولة عربية وحيدة 7 أيام في أفريقيا مفيش حالة عندها، تونس، عشان قفلت كلي. إحنا مش أقل من دول، إحنا أحسن من دول، نلتزم بيهم. شوف تايوان عملت إيه ونعمل زيها. هنفتح ونشتغل، مفيش حد ما عندوش شغل، بس انزل واعمل الواقع. ارجوكم نشوف تايوان.